اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم احنا على موعد مع هذا العود مميز جدا جدا جدا، شكلا وصوتا وراحة وسلاسة وكل شيء ما شاء الله. العود هذا عندنا الوجه من السيدر درجة أولى طبعا زي ما احنا ملاحظين، الفرس متحرك من السيسم والعظم. السيسم طبعا حاضر معنا في زخرفة السيسم والليمون بزخرفة الوجه من الشمسية والقمريات والمضرب كذلك والكتافة. هنا نأخذ نظرة كاملة على العود، يستحق التأمل قليلا. الظهر من السيسم درجة أولى بالكامل، بالإضافة للزند والبنجق كمان من السيسم أيضا. عندك المفاتيح والمسطرة من الأبنوس درجة أولى. قياسات هذا العود عندنا العرض 36 والعمق 20، طول الزند 19.5 وعرض العظم 3.9. الأوتار عندنا من كروشنر دوزان دودو. خلونا الآن نبدأ نجري الاختبارات المختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. سننوه أن العود زد بالزند عياري في هذا العود من هيرمينغتون، نتحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن المسطرة. الدوسة بالمناسبة لمس مثل ما بيقولوا، قريبة جدا من الوتر مريحة. نختبر صوت العود. أكثر شوي يمكن كان جونا حالة متأملي في البداية. خلونا نشوف إيش الطربي فيه، كيف الجانب الطربي في هذا العود.
التوفيق وألقاكم على خير. إلى اللقاء.